السلام عليكم طفيلات، شحالكم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى عاكم تعودوا بخير وعلى خير. وانتم تشاهدوا هذا الفيديو، جعلت لكم فيديو جديد على القناة، ونتمنى عنه ينال إعجابكم. بداية اللي تسمحوا لي الطفيلات حسي شوية بها فاعذروني. المهم هون جيت لي نشارك معاكم كيف تشوفوا لقطات من رحلتي لجزيرة فورتيفنتورا. هون ماشي لين خطي فيها نهاية الأسبوع، وفي آخر الفيديو اللي نشارك معاكم إن شاء الله كيكة طبقات. المهم خليكم معايا نهاية. المهم الطفيلات كيف قلت لكم، خصيت عني نشارك معاكم البعض من لقطات رحلتي، ولو انها ما هي رحله طويله، رحله يومين ولا ثلاثة ايام فقط. المهم خصيت عني نشارك معاكم الجو، وشاركت معاكم ملي لحقت الشارع، شاركت معاكم السلطة الكوميرسيال اللي عندهم. المهم خصيت عني نشارك معاكم الاجواء وصافي. المهم الطفيلات هون كيف تشوفوا كنضرب يعني دوره في البارك، وما حد مازال واقف لانه الا فاتي اللي نتحرك ما بديت نقد نتمشى فيه، كندوخ صراحه. وهون اللي يمشي نضرب دوره في الدراسه، صراحه القعده فيها رائعه والجو زين، الشمس وتشوفي البارك متحرك ولا مواج. ولكن كيف قلت لكم ما كنقعد فيها لانني كندوخ، فكنفضل نجبه ما حد مازال واقف ونرجع نقعد في الصالونات لداخل. وكيف قلت لكم هون مرقنا نتمشى، وخترنا عنا نضربو دورة في المحلات اللي عندهم وفي الزونطة الكوميرسيال. كان صراحة هذاك النهار الجو رائع، ودرت لكم مقتطفات من المحلات اللي عندهم ومن الزونطة الكوميرسيال. صراحة عندهم مسائل زينين ومترقية ما شاء الله.
وهون جيت لي نشارك معاكم كيكة الطبق اللي قلت لكم في بداية الفيديو. عندي هون كوتشارتين من الكاكاو، عندي بيضتين، وعندي خمارة من وزن 8 غرام، أنا اللي نقبض النص هذه، عندي فاني، عندي كاس من نص كاس من الحليب عفوا، نص كاس من الزيت، نص كاس من السكر، ولهي نعدلها بمذاق الكابوتشينو اللي نستعمل هذا. المهم نتوما تقدو تعوضوه بمذاق القهوة، ما تقدو تستغناو عنها. وهون كيف تشوفوا عندي السكر والبيض اللي نزيدهم سانشي ديال الفاني، واللي نضرب هذا الضراب اليدوي كيف تشوفوا، ما تحتاجوا للضراب يعني الكهربائي. ونعقب نزيد العناصر الثانيين كيف الحليب والزيت، المهم العناصر المتبقية. ودرك اللي نضيف لها قهوة الكابوتشينو، اللي نضيف كوتشارتين من الكابوتشينو كيف قلت لكم، تقدروا تعوضوها بالقهوة العادية. واللي نضيف لها كوتشارتين كبارات من الكاكاو، اللي نخلط العناصر كاملة. درك الطفيلات اللي نزيد لها الدقيق، عندي هون قياس كاس ونص، نفس الكاس اللي عبرت به الحليب والزيت هو اللي عبرت به الدقيق، عبرت كاس ونص درتو هون، لهي نضيفو دريك ولهي نضيف عليه الخميرة ونجمع العناصر كاملة. المهم الطفيلات هون عندي هذا المول، انا هون دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، ضروري الطفيلات عنو المول يعود ينفتح. وهون من اللي نعود لي ندير الكيكه، حاولوا الطفيلات ترفدوا ايديكم الفوق باش تجيكم الكيكه احسن. المهم اللي طيبه طياب الكيك العادي، انا كنت مسخنه الفران سابق نبدا في تحضير الكيك، اللي نديره على درجه 180 ولهنا طفي الفوق ونخلي تحت. وهون كيف تشوفوا الطفيلات اللي انتقلوا لتحضير الطبقة الثانية، هذو هما المكونات. عندي هون نص لتر من الحليب برضو طرحته في هذه الكسرونة، عندي هون مايزينا اللي نحتاج كوتشارة كبيرة، عندي ساشي من فلان ولا فلو، عندي هون علبتين من داني شوكولا، عندي هون نصف باكية من الشكلاط العادي. هذا هما المكونات، درك لين تاخلو طريق التحضير. طريق التحضير كيف تشوفوا معايا يعني سهلة وما كتقبض منا ليد. لين نبداو بالحليب اللي هي نضيف له كوتشارة كبيرة وتعود عامرة من المايزينا، ولهي نضيف لها فلان، ولهي نحركهم يعني جيدا، ولهي نديرهم فوق النار. ضروري الطفلات عنا نعودو واقفين عندها يعني ونستمروا في التحريك باش ما تنحرق علينا. من فم لهي نضيف لها علبتين ديال دانيت، ولهي نزيد لها الشكلاط. المهم خليكم معايا.
هو الطفيلات من بعد ما فاضلي خليط يعني الحليب وفلان والمايزينا، واختار لي شوي اللي نضيف له دانيت اللي نزيد عليه الشكلات. ونطفي لازم بعد ما طاب الكيك مرقته من الفران وقلبته على الجهه الثانيه. بغيت هذا السطح يعود متساوي كيف هاك، هم اللي يرشوا بالحليب. المهم حاولوا الطفيلات واحد يعود بارد وواحد حامي، انا عندي الكيكه مازالت حاميه والحليب بارد. طفي لازم بعد ما سقيت الكيكة بالحليب اللي نضيف لها الخليط الثاني. حاول الطفي لازم تضيفوا الخليط مازال حامي باش ما يختار عليكم. أدرك الطفيلات اللي انتقلوا باش نحضروا القناش كطبقة يعني أخيرة. عندي هون 200 مللتر من القشدة الطرية دفيتها فوق النار، نضيف عليها هذه يعني البكية من الشكلات ولين نخلطهم إلين يخلطوا. الكيكة الطفيلات راني دخلتها الثلاجة، ضروري الطفيلات عنكم تخلوها وتعطوها وقت هيلين يعني يعني تتماسك وتشد فراسها باش ملي نضيفوا لها هذا القناش دافي ما تذوب علينا. صافي الطفيلات، هذه هي الكيكه بعد ما مرقتها من الثلاجه. كيف تشوفوا معايا عطيت الوقت لهذه الطبقه باش تماسك، ودرك لي ننتقل باش ندير عليها هذا القناش اللي حفرت معاكم. المهم خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التزيين. طريقه التزيين طريقه بسيطه، او التزيين كيبقى حسب الرغبه. صافي الطفيلات كيف تشوفوا هون درت هاي الطبقه الاخيره ديال القناش اللي نحاول عني نسرحه بهاي الطريقه واللي نردو للثلاجه لين يشد فراسو.
وهذا هو الشكل النهائي للكيكة. بعد يعني ما خليتها في الثلاجة لين تماسكت، أنا اللي نزينها بواحد حبيبات الشوكولات. وكيف قلت لكم التزيين يعني كيبقى اختياري وعلى حسب الرغبة. وهون لحقنا نهاية الفيديو، نتمنى عن يعودنا لإعجابكم. ما تنساوني من اللايك باش يتم يطلع الفيديو. طفلات لأول مرة يزوروا قناتي، ما تنساو تفعيل زر الجرس باش يتم يلحقكم كل جديد. وخليتكم فمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله. باي باي.